حديث حول الاحتفاء بالذكرى السادسة لثورة المجيدة من مدينة غريان، معنا عبر الهاتف أحد أعضاء الحراك الشعبي غريان السيد كمال التوانسي. سيد كمال حياك الله. نعم، السلام عليكم. نعم سيد كمال، أولا ضعنا في أجواء الاحتفالات في مدينة غريان التي حدثت اليوم بإذن الله. نعم، بسم الله والسلام على رسول الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا منذ الأمس انطلقت الاحتفالات اللي هي ليلة 17 فبراير في ميدان الشهداء بمدينة غريان. كان هناك عرض عسكري لأغلب سرايا وكتائب الدوار بمدينة غريان، اندمجت معهم المؤسسة الأمنية متمثلة في أجهزة الشرطة داخل المدينة ولله الحمد. كان استعراض كبير جدا، طبعا ابتهاجا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السادسة لثورة 17 فبراير، وقيمت بعض الكلمات التوعوية وبعض الأدباء وبعض الشعراء أقاموا بعض الكلمات في ميدان الشهداء. وكانت يعني لما جمعت أغلب شرائح المجتمع داخل مدينة غريان. أما بالنسبة لليوم فمنذ الصباح كانت لجنة الاحتفالات تشرف على التجهيزات بالمدينة الرياضية بغريان، وابتدأ الاحتفال الرئيسي منذ صلاة العصر أو بعد صلاة العصر مباشرة. تضمن العديد من الفقرات والعديد من العروض، كان أهمها عرض فوج كشافة غريان ونادي ناصر بمنطقة القواسم ودرجات النارية، وكذلك بعض الفرسان والعديد من المناشط الأخرى المختلفة. قدمت ما بين الفقرات العديد من الكلمات باسم العديد من الشخصيات وعديد من المؤسسات داخل المدينة. حشود كانت جد رائعة تمت في المدينة الرياضية، كانت رسالة معبرة جدا بأن فبراير لازالت تنبض، وأن فبراير رغم المكائد ورغم المؤامرات ورغم الانقلابات لازالت بإذن الله موجودة. وإن دل على شيء اليوم والحمد لله دل على أن الإنسان داخل مدينة غريان أصبح واعي جدا ويدرك ما يدور من مؤامرات حول ثورة فبراير. طيب سيد كمال، لو تحدثنا عن الجهات المسؤولة عن تنظيم إحياء حفل الذكرى السادسة لثورة فبراير لديكم في مدينة غريان. نعم، كان الدرجة الأولى طبعا هو شكلت لجنة للاحتفالات تضمت بعض من مؤسسات المجتمع المدني والحراك الشعبي غريان بالإضافة للمكتب الإعلامي بالبلدية. الحمد لله كانت بدون أي تكلفة بدون أي ميزانيات من الخزانة العامة، كل المصاريف كانت من أهل الخير وكانت بالمبادرات من الأشخاص وتجميع الأموال من بعض الناس الخيرة. فكان الحمد لله يعني حفل جد رائع، توفرت فيه عدة وسائل للترفيه على الأطفال، تقديم المأكولات والعصائر والألعاب النارية. الحمد لله يعني كان حفل جد رائع والله. نعم، شكرا جزيلا لك سيد كمال التوانسي أحد أعضاء الحراك الشعبي غريان، شكرا جزيلا لك.